كنت زي الفل، ايه اللي جرى بس؟ من غلبي يا علي، والله من غلبي. انا ما كانش ليا في البهدله دي خالص، انما هقول ايه، حكمه ربنا بقى. صدقيني يا تميم، مفيش حاجه بتفضل على حالها الا حالنا، عمره ما هيتغير. يقول لك المنحوس يفضل منحوس ويجري ورا سعده لغايه ما عمره يفرغ. في ايه يا بت؟ ده انت مفيش في حلاوتك، ده الحظ من نصيب اللي ما يحسبش حسابه. نبي تسكتي، حلاوتي ايه؟ ده انا قاعده في الشارع ملطشه للي رايح واللي جاي. بقول لك ايه، بطلي بقى الكلام الفارغ ده. انت كنت طول ما انت هتضايق تفكري في حالك هتتعبي. بقول لك ايه، تيجي نحلم؟ نحلم؟ لا، انا بنام عشان احلم يا بنت. هو الحلم اللي بينام بس؟ الحلم اللي نايم واللي صاحي كمان. واخرة الحلم ايه بقى؟ وليه يبقى له اخر؟ عارفة يا تميمة، ربنا ده كبير قوي وحنين قوي، ادانا حاجات كتير قوي بس احنا ما بنحسش بقيمتها غير لما بنحتاج لها. مثلا الحلم، ادى كل واحد فينا حقه انه يحلم باللي هو عاوزه من غير ما حد يسأله ولا حتى يحاسبه ولا يقوله انت بتحلم بده ليه. الحلم ده اصدق دعاء لربنا. انتي مثلا ممكن تحلمي انك انتي عندك قصر كبير، عندك مليون جنيه، اغنى واحده في الدنيا كلها، حد شريكك؟ لا. طب قولي لي بقى، انتي لو حلمتي تحلمي بايه؟ احلم ان انا اشوف امي وترمي في حضنها. صدقيني يا علي، انا مش عايزه المليون جنيه، ولا حتى عايزه اخلص من جابر، ولا عايزه ابقى سنيوره وكل يوم اغير هدمه. انا كل اللي عايزه بس ان انا اشوف امي وترمي في حضنها، هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتريحني. انا كمان نفسي اشوف ابويا قوي. لا صحي يا علي، هو انت مش ابوكي راجل غني قوي ومعاه فلوس كتير؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ كلهم في الحارة بيقولوا ابوكي راجل غني ومعاه فلوس وكان بيحب امك قوي وسوى عشان الهواء. ده صحيح حق، انا لو قابلت راجل زي ده يا لهوي، ده انا ابقى مدس تحت رجليه طول العمر. انما يعني لو فيها رخامه، هو انت ما بتروحيش لاهل ابوكي ليه؟ هم مش عايزين يعرفونا يا تميمة. تصوري مفيش حد فيهم مرة زارنا ولا سأل علينا ولا حتى حاول يعرف احنا عايشين ازاي ولا حالنا ايه. طب وفلوس ابوكي؟ انا عارفة، انا محاولتش اسأل وخايفة يعني لو سألت ادخل في مشاكل انا مش قدها. اما انت عبيطة صحية يا علي، يعني انت تبقي من عيلة واهلك عندهم فلوس وانت دايرة تشحتي تمن علاج امك؟ انا بصراحة لو منك اروح لهم واعمل مشاكل واخد حق. ما انا لو عملت كده هيقولوا ان امي هي لقيت لي اعمل كده، وان ابويا الله يرحمه كان غلطان لما اتجوزها، وكمان امي اتجوزته عشان فلوسه. ايوه بس ابوكي مات. ايوه بس امي لسه عايش، وامي عندي بالدنيا كلها. وبعدين انت لسه قايله كده من شويه مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير حضن امك. عندك حق. بقول لك ايه، ما تفكيها بقى يا بت، فكيها.